السلام، انا وليد من المستقبل. من بعد 7 ايام من هذه الفيديو هذه على شويه ما كنتش غادي نحطها، حيت قلت كيفاش هو انت كتصور فلوغ والناس مولفين كتخرجوا من هنايا وكيخرجوا من هنايا ايتترا وانت بقيتي في البلاصه ديالك. ولكن دابا فاش عاودت تفرج في هذا الفيديو لقيت اكو سي سبيسيال، باسكو واخا ما خرجتش بزاف صورت راسي في بزاف ديال ستيجز في الاول، فاش عييت، فاش تموتيفيت ايتترا. اي في اشاك بارتي كنعطي سام تيبس اللي كنقولهم لراسي واللي كيخلوني نكمل النهار ديالي كامل. دونك ماشي بالضروره تفرج في الفيديو، تقد غير تحطها وتسمعها بكاسك ولا بلي زيكوتور ايتترا، باسكو قلت فيها شي حوايج اللي هما مهمين بزاف. اند اي هوب يو انجويد. المهم الا عجبك هادشي خلي لي في كومونتير باش يشجعني ايتترا. اي راني باقي بيجينر ليكم على الفيديو. It's a new video, I guess. بس 6 ديال الصباح اي غادي نديكم معايا في هاد النهار هذا باش تشوفوا كيفاش داير النهار ديال فول برودكتيفيتي، كيفاش كيدوز النهار ديال الحفاظه فريمون. سي شنو تابعك 24 كور دي زيكزام خصك تخدمهم ايتترا، ولكن ماشي مشكل. تشوفوا شنو الهابتس اللي عندي في النهار، كيفاش كنقرا، باش كنبقى فوكست. There's a lot of things اللي نقدر نبارطاجيهم معكم، دونك حاول تكمل الفيديو حتى الاخر. الوغ اول ما درت تو سامبلومون سيكو كنجمع الفراش ديالي، فاش كتفيق وكتجمع الحوايج ديالك وكتجمع البيت ديالك وكتجمع الكوزينه ديالك، كيعني كنت راك واخد واحد لو سيغتان كونترول على حياتك. دونك هادشي اللي بغيتو في هاد النهار، حيت غدا عندي امتحان، دونك من اكثر الايام اللي باغي الكونترول يكون على حياتي هو اليوم. ثاني حاجه مشيت غسلت وجهي بالماء بارد جامد. واحد تيب صغيره سيكو ما كنمسحش وجهي من الماء، راني صورتها لكم تما، ما كنشفش وجهي، كيبقى وجهي فازق باش يبقى طاير ليا الناس. فوالا دابا غادي نقرا، ما غنفيلمي دابا والو حتى لديك التسعود ونشوف. عاد شفت واحد الفيديو ديال نقولو دو موتيفاسيون ديال ليدول ديالي جوردن بيترسون، قال ليك البيربوس اللي خصك تخرج منه في النهار ديالك، الهدف ديالك ماشي هو تكون سعيد ولكن هو تحل المشكل. انا اي هاف ا بروبليم، اي هاف اكزام غدا، راه صافي شي مرات يو شود بوش يور سيلف. نعس 5 ديال السوايع ولكن صافي، شي مرات خصك تلقى الحلاوه انه تبوشي راسك بيوند يور ليميتس. لي ليميت ديالك كيساليو فشي بلاصه ولكن انت كتبوشي راسك اكثر من تما. هاد الهضره نيت قالها جوردن بيترسون، انت باقي في عمرك 20 عام ما غاديش تموت. مزيان انه تبقى تبوشي راسك اكثر من ليميت ديالك، باسكو فاش كتكبر وكتضرب واحد 30 عام ولا واحد 35 عام كتعرف شنو هما لي كاباسيتي ديالك وكتعرف تكون في ذي اكزاكت ليميت ديالك. ما كتكونش سوا كتسوزيستيمي راسك ولا كتكون كتسوغيستيمي راسك، حيت كاين جوج ديال الناس، كاين اللي كيحق راسو وكاين اللي كيسحب راسو راه سبيسيال وراه وير. لا، بوش يور سيلف بيوند يور ليميت، هكا كتعرف لي ليميت ديالك وكتبقى كتلعب بحدا. كثرت كنموت على اتاي وكثرت مسالات كادو، يمكن ما بين لي كريتير ديالي في المرا المستقبليه هو خصك تعرف تصوب اتاي يا كتحفظ و ميم طون كتصوب فطور. ذاتس ماي لايف. المهم ابديت دابا داز جوج ديال السوايع، دابا 8 جاني واحد النعاس ما يمكنش. درت مشيت غسلت وجهي بالماء بارد، دابا راه وجهي فازق بحال ما قلت لكم، ما كنغسلش وجهي مور الماء. وخرجت للسطح ضربني داك البرد ديال الصباح، فقت واحد شويه دخلت شوف ديك لي لوزيون ديال وليد سير الناس اللي كاين واحد الساعه باش تفيق وكذا. العقل ديالنا كي ولد الحرام، العقل ديالنا صراحه غادي يحاول يختار عليك اي حاجه باش يقول لك، يخول لك دير شي حاجه اللي انت ما باغيش ديرها. وليد راك ناعس، غير 5 ولا 6 ديال السوايع، سير ناعس ليك ساعه غادي تفيق افيك بوكو د انرجي كذا، غتقد تقرا النهار كامل. هادشي فاكين بولشيت، الدماغ ديالك كيكذب عليك. لا انا البارح قبل ما الناس قلت غنفيق وما غاديش الناس، ما غنرجعش زعما نعاود الناس وغنقرا داكشي اللي خصني نقراه، ومع 12 غادي نسالي وغنمشي للقهوه ولا شي حاجه بحال هكاك، وما درتش داك البروغرام لغد ليه، كيعني كون ما كنحترمش راسي، كيعني كون ما كنحترمش راسي. حيت الى باغ اكزومبل عندك القرايه مع 8 ومشيتي مع 8، ولا عندك ان اونتروتيان دومبوش باغي تخدم في شي شركه وقالوا لك اجي مع 6 ومشيتي عندهم مع 6، شنو كيعني هادشي؟ كيعني كون كتحترم دوك الناس كثر ما كتحترم راسك، حيت هما فاش داروا معاك واحد الوقت مشيتي له، ولكن انت فاش درتي مع راساتك واحد الوقت ما احترمتيهش. دونك سيلف ريسبكت كيبدا من لهنا، انا هو لو فيت كو
قلت غادي نوض غادي نفيق مع هاد الوقت غنسالي مع هاد الوقت غندير هادشي وغندير هادشي وغندير هادشي او فاكين دو تقوم عندك العشرة دابا جوج سوايع ولا دابا ساعه ونص قررت نسالي الموديول اللي كنت كنخدمو باقي ليا موديول اخر ان شاء الله بديت دابا دازت ساعه ونص على قبيله دابا دونس قهوه سي هايدريتد غادي نطلع للسطح باش نكمل بالرجوله حيت ما بقيتش نبقى في البيت دابا خصني ضربني شويه البرد عندي حفاضه هذا هو المشكل عليها اليوم عارف راسي اويل ستراغل حيت فاش كتكون عندي انا ولو فيت كو غادي نقرا ان كو ولا غندير ان ريزومي نقد نصبر بزاف اما الحفاضه الحفاضه سي كو كتشد شي حاجه ودخلها للراس سي واحد التاسك اللي خصو الفوكس خصو لا كونسونطراسيون اي كيعي هادشي اللي صعيب اي فوالا دونك غادي نطلع السطح بقى شي ساعه ونص اخرى ولا شي حاجه بحال هكاك كنلعب على هاد القضيه ديما فاش كتكون عندك بحال القرايه بزاف تقد تشونجي لي ميليو فهمتي كتدخل حتى راسك في ايلوزيون فهمتي انك راه بحال عاد غتبدا من جديد بحال بديتي في البيرو غادي نطلع للسطح غنسالي غنعاود نرجع للبيرو غنمشي من البيرو غادي نمشي للقهوه غنسالي من القهوه غنعاود نرجع للبيرو واحد البرد في السطح ما يمكنش شوشو ما عرفتش كيف ندخل الحاجه الزوينه سي كو كنشوف شي بنايه هنايا كيخدموا كيفيقوا مع السبعه ولا مع الثمانيه الصباح وكيطلعوا في السطح وكيخدموا وكدا وهادشي كي موتيفيني تنقول علاش هما كينوضو يخدموا في البرد وانا ما نوضش نبقى منشور بحال شي دوده القز عليها نتموتيفا وهاد البرد مزيان راه يفيقني باقي تابعني 14 كور ساليت 10 وضربت واحد ليكزامان فوكس ان شاء الله يو دابا 12 بقيت جالس في السطح حتى داك البرد كامل ولا الشمس ولا الصهد وبت بحالي وجلست في البيرو ويجيني عاوتاني العيا باسكو البارح ما قلتلكمش كو بديت الموديول البارح في الليل بقيت معاه حتى ديك 12 المهم وريفر نمشي للقهوه ولا نجيب قهوه رقم 2 شوف هاد الفيديو ماشي باش بنادم يدير بحالي ولا شي حاجه بحال هكا لا انا ما كنديرش هكا كل نهار نورمالمون اي ورك اون ا ديلي بيزيس خدمه بشويه بعقلها شويه ميديسين شويه لابسيكولوجي شويه من هادي شويه من هادي شويه من هادي ولكن سام تايمز فاش كطيح في لا ميرد صافي يو شود بوش يور سيلف بيوند يور ليميتس هادشي اللي كندير دابا ام بوش ماي سيلف واخا عيان قهوه كافيين موتيفاسيون فوكس ذاتس وات ام تراين تو دو واي واحد نيت مزيان فاش حطيت راسي في هاد لا سيتوياسيون ديال لو ستريس باش الا كانوا شي ناس دابا اللي عندهم امتحانات في الفاك ولا الا كان شي واحد باقي في الباك دابا وحس براسو معطل راني في نهار غنضرب 24 كور وغادي نخدم شي 5 ديال ليزيكزام تصور كل اكزام فيه 60 كيسيون ولا شي حاجه بحال هكا كلشي غنديرو في نهار هادشي كيعني كعمر ما غيفوتك الوقت سميتها الوقت ما غاديش تفوت You wake up feeling worse and then you check the time بين فيا بديت كنعيا دابا 4 ديال العشية صافي دابا بديت بصح بديت كنعيا بديت كنتفوسترا ولكن إلا كنت غنطلع على راسي المورال هادي الهضرة اللي كنت كنقول لكم الصباح ديال push yourself beyond your limits ماشي أول مرة كندوز من هاد المرحلة ماشي أول مرة كيشدني أن إكزام كيعذبني بحال هكا ديجا وقعت ديجا عارف شنو هما لي كاباسيتي ديالي ديجا فكرت بحال هكا شحال هادي فشحال هادي فاش فكرت بحال هكا ما حطيتش هادشي وقلت غنمشي ندوز قلت غنكمل الخدمه ديالي الا كملت هذيك الساعه شنو اللي كيخليني ما نكملهاش دابا دونك هادشي جو بونس لي بغي يعنيه جوردن بيترسون ديك بوش يور سيلف باش كتعرف لي ليميت ديالك الدماغ ديالك ما كيبقاش يقول فيك سير تنعس صافي غير حط لي مكتبه هي اللي غتوقع هي سيدي كتكون عارف فريمون علاش قاد اي فريمون فاش كتوصل للحد ديالك اي فريمون صافي كتعرف ما عندك ما دير كتعرف فريمون ديك الوقيته اللي ما عندك فيها ما دير حيت الدماغ ديالنا تقد انت تقد تزيد 4 السوايع ديال الخدمه تقد يو ار فول اوف بوتنشال والدماغ ديالك يقول لك يقول لك لا راك عييتي شي هاد النهار كامل ات از جاست مي في اسمي الصباح فاش بغيت نرجع الناس انا اللي بغيت نقنع راسي باش الناس كل ما بدلتش كل ما نطش من البيرو طلعت للسطح باش نكمل القرايه كنت غنعس فوق البيرو راك انت كتحدي مع راسك بحال
في لا ريليجيونيش كاين هاد القضيه ديال نفس امارات بيسو نفس ديالنا باغيسوس باغيت الناس باغيات هي دونك نتايا خص اشاك فوا تفيق راسك تبقى ديسيبليني فوالا انا راني بديت كنعيا بديت كنتفرستغا ولكن I will keep moving forward. Bon, mes amis, دابا اللي كندير هو سيكو كنجمع حوايجي غادي نمشي نتحرك للقهوة. دابا شي الخمسة، دابا الخمسة ولا الخمسة وربع غنمشي نتحرك للقهوة. فينالمون ساليت لي كور. باقي ليا لي زيكزام. قد يكون واحد اللي ديجا ضرب لي كور مزيان، مفرشخ كلشي، مي ما كيخدمش لي زيكزام. واحد بارفو بالزهر، واحد ما كيدير كاع لي كور وكيمشي يخدم ان اكزام قديم ديال البروف وكيتعاون. لي سي البروف عندكم كيعجبو يختار عكدة. اما البروف ديال سوبيريور كيقريك بحال ان ميدسان واش ميدسان صحاب ليك كاين اللي ما عنده كاع الوقت ليك نتايا ما عرفت حتى واش كيقري بروم ولا ما عرفتش شنو كيقري كيشد ان اكزامون كيعاودو قد نمشي ندوز ليه بليكو ولكن ضروري نخدم لي زيكزام باش ما تشدنيش نتا لا شي صاحبي يقول لي واه كون خدمتي ديال 2019 ولا كون خدمتي ديال 2018 كون جيب حسن حنايا كنديرو كلشي حنايا تابعني بزاف ديال الخدمه او موان خدمت سي كو جي في ان افور دابا بديت شويه كنبتسم شويه بديت كنفرح كو بديت كنافونسي سي لو بلوز امبورطون احسن من انه نبقى غير كومبليني النهار كامل واه هادشي شحال طويله 24 كور كي غندير ليها وكي غادي نزيد واحد 300 كيو سي ام صافي نتلاقاو في القهوه ولا نتلاقاو في الليل ما عرفتش واش غادي نفيلم ولا ما غنفيلميش طيب ما شونس ميد نايت نشوف قسمين ديال الليل I am صراحة so fucking tired فايق مع الساعة ديال الصباح سيتي مني غير القراية 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 تا 12 ديال الليل وغالبا غدا غنفيق عاوتاني مع الساعة ديال الصباح قبل ليكزامان خصني واحد 4 د السوايع أخرى اليوم it was so hard كنعترف اليوم هادشي مكنديروش كل نهار شحال ضربت صراحة مبقيتش كاع باغي نحسب وغدا باقي غنفيق مع الساعة ديال الصباح غنمشي ندوز ليكزامان ديك الساعة هي فريمون فاش كدير الجهد ديالك كتقول لي مكتبة توقع I don't fucking care اللي مكتبة توقع أحسن أنه ما نبقى مبشور النهار كامل تنحط انستغرام ستوريات اللي غنمشي فيها غدا ونجلس نتسنى يا ربي البروف ما يحط لي شهادة يا ربي البروف ما يحط I did my job داكشي اللي عليا صافي هنايا فريمون تبقى اللاك ديالك وصافي الزهر ديالك باسكو كدير داكشي اللي عليك و جو تي ابريسيزي كو ماشي عاد اليوم كنكتشف لي كور حيت غير صحاب لي كوبكو عاد اليوم كنكتشف راه لي ريزومي اللي كندير هاد الهضره سي تري امبورطون لو ريزومي خصوصا في السوبيريور اللي كنت كنديرو في الباك كي سوفي ليك الاس ديالك في اخر لحظات راكم ما كنتش داير ريزومي لدوك 24 كور راه دابا راني مازال ما ساليتش كور فيه 60 70 ديابو حتى 100 ديابو اليوم بحال غير درت معكم ان بتي فلوغ حولوا عليا راني مازال ما كنعرف هادشي نصاوبو مزيان فوالا بدا مور ليكزام نشوف واش غنكون فرحان ولا مكونش فرحان باش نتخلص على هاد الخدمة ولا منتخلصش عليها واخا من اون ايدي عندي من شحال هادي تيكون الحياة ماشي عادلة ماشي بالضرورة الا خدمتي توغا اون ريكومبونس ولا غتجيب مزيان اكسيتيرا هادشي كيخلي تكون عندك المونتاليتي قوية مكتبقاش تستريسي واه خدمت بزاف خصني نجيب بزاف يا ربي يا ربي خلصني على قد داكشي اللي لا صافي اي وركت ما باقي سي بيغمون الزهر خدمت مزيان مزيان ما خدمتش مزيان هو فاكين كيرز درت داكشي اللي عليا مرتاح فاش نحط راسي عند الخدمه نكون مرتاح هادشي اللي بغيت تنطلقوا يلا بسلامه